مع فشل الحكومة اللبنانية في حل مشكلة الظلام التي تسود أغلب شوارع بيروت، تسعى منظمة أهلية لإيجاد حل لتلك الأزمة معتمدة على جهود وتمويل متطوعين. واعتبرت المنظمة نفسها مسؤولة عن إعادة ميلاد بيروت، لذا سميت رباث بيروت، تأسست عام 2020 في أعقاب الانفجار الهائل في مرفأ بيروت، وتعمل منذ ذلك الحين على مساعدة سكان العاصمة من خلال المبادرات على الأرض. عملنا مبادرة كانت مهمة على صعيد المدينة، اللي هي نرجع الإشارات الضوئية على الطاقة الشمسية. هذه فعلا كانت أول مبادرة عم نعملها، يعني بترجع لترجع الأمل، سميناها مع كل إشارة فسحة أمل. قامت المنظمة المحلية بالفعل بتركيب عشرات الألواح الشمسية على إشارات المرور في أحياء المدينة، لا سيما في المناطق الأكثر تضررا من انفجار مرفأ بيروت عام 2020. كما أطلقت مبادرة في الآونة الأخيرة استهدفت الشوارع المزدحمة المعروفة بصخبها في المساء، من خلال التعاون مع شركة نفط لخفض سعر الوقود للمولدات الخاصة التي تعمل على إضاءة مصابيح الشوارع من حولها. قبل ما يحصل ريبرث الأذوية صراحة كنت خاف إنه أمشي بالطريق، لأنه ما كنت، يعني الواحد ما بيقدر يشوف وما بتحس حالك in a safe environment. And even إنه as women obviously إنه it's always more of a challenge، إنه تحدي أكبر، لأنه في الريسك إنه يعتد علينا. وبينما لا يزال الظلام يسود العديد من شوارع بيروت ولبنان، زاد النشاط والحركة في المناطق التي نفذت فيها رباث بيروت مبادرتها لإضاءة الشوارع.